استاذ محمد من المنوفيه، اتفضل. استاذ محمود من المنوفيه، اهلا وسهلا بحضرتك فضيله الدكتور. الله يعزك يا استاذ، واتشرف ان انا اتواصل مع حضرتك على فضيله راسي الدكتور عمرو. على راسي. والحقيقه انا مشكلتي باختصار، طبعا الواحد يعني في سن دلوقتي معاش، ومعايا زوجه دائمه الخلاف معايا، والحقيقه انا لدرجه انها تسرني ان انا ممكن ايدي في طول او كده، وانا مش عايز اوصل للحاله دي ابدا بالسن ده. وهي مش مقدره طبعا ظروف ان انا عندي كمان اولاد تانيين كبار في بلد تانيه، ومتوفيه كانت زوجها، هي كانت مطلقه وتوفت. والحقيقه دائمه الخلاف، وانا عايز اطلقها فعلا، لان لا يمكن الواحد في السن ده يكمل الحياه بالطريقه ديت مهما كانت النتائج. هي بقى المشكله في مساومات ماديه، هاتلي الشقه دي، انا عندي اكتر من مكان الحمد لله، لا انا اخد الشقه دي، لا انت تاخد دي، وهو كله من مجهودي وتعبي. طبعا انا عندي ولد منها، انا ما اقدرش يعني انا بسكت، ويمكن لو سبت معلش شيء يا انا استاذ عشان محمود، انا بس عندي شويه اسئله، اتفضل. عشان بس اولا قول لي سؤالك ايه، وبعدين عشان اسالك سؤالي انا سؤالك. حضرتك، هل الاسلوب الزوجه بالطريقه دي تطلق؟ طيب اجاوب على حضرتك، بس خليك معايا اسالك سؤال. هي فرق السن كام سنه؟ انا فرق سن 8 سنين حضرتك، وهي موظفه على فكره ومتعلمه تعليم طيب عالي، حاضر، وانا مهندس بالمعنى. مش محتاج تقول كل التفاصيل دي يا استاذ محمود، خليك زي ما انت ماشي كده في السؤال. انا محترم حفاظك على الخصوصيه. فانا الله دلوقتي يخليك. اول حاجه الفرق السن 8 سنين. الامر ايوه الثاني، انت جوزتها، لما جوزتها وجوزتها وهي الزوجه الاولى، الله يرحمها، انت قلت لي ان الزوجه انتقلت الله يرحمها الاولى، لا كانت مطلقه، ما كانت كانتش مطلقه معايا. ما كانتش انتقلت دلوقتي. اه طيب انتوا بقالكم جواز بقالكم كام سنه؟ 13 سنة. 13 سنة. هي كانت كده من 13 سنة؟ هي كانت يعني هي كانت معايا بره، جبتها معايا بره، كنت في سفر في عمل بالخارج، وكانت بتتراجع وقالت لي انا مش عايز اقعد. لا لا لا، هي كانت على هذا الحال اللي هي فيه دلوقتي من 13 بس ما سنة؟ كانتش بتتعصب كده، ولا كانت بترد بالطريقة ديت، ولا طيب كانت بتسيء الاسلوب بالطريقة ديت، وانا ما عنديش، انا بديها مبسوط يعني. طبعا انا حضرتك. اقول لحضرتك يا استاذ محمود حاجه، اتفضل ولكن انتوا اتفضل. انا ما بنصحش خالص ان اي حد يجي يقول اي حد على الهوا معمل اللي هو قاله له، مهما قاله له ان هو ممكن يجاوبه على ان ده ينفع يتطلق منها على الهوا. لكن انا بنصح حضراتكم ان حضراتكم تشرفوني في مركز الارشاد الزواجي. لكن انا هقول لك حاجه مهمه تاخد بالك منها لغايه ما نتقابل. ايه اللي بقوله لحضرتك؟ بقول لحضرتك حاجه مهمه قوي قوي. انت حضرتك بتقول ان حضرتك وكانك دلوقتي متفرغ، انا ما بحبش في قضيه الشخص على المعاش او الشخص، انا شايفه ان هو متفرغ من العمل الاساسي اللي هو عمله طول مده لمسافه معينه من حياته. فانت دلوقتي بتقول لي ان حضرتك على المعاش، صح كده يا فندم؟ استاذ محمود لسه معانا ولا قفل؟ استاذ محمود، طيب استاذ محمود انا عايز اقول لك بس حاجه، ان في تغيرات بتحصل في شخصيتنا بعد ما نحس ان احنا طلعنا على المعاش. التغيرات دي بتبقى وكأننا بنستقبل النهاية، وهي ممكن تكون لسه ما خرجتش من منتصف العمر، من حاجة كده بنسميها أزمة منتصف العمر. فهتلاقيها هي عصبية. ليه؟ هي الستات بيبقى عندها شعور بالزمن أكتر من شعور الرجال، فهي عايزة متمسكة بتفاصيل حياتها، متمسكة إن هي تبقى إنسانة مهتمية بتفاصيل حياتها، مهتمية بجمالها، مهتمية بأنوثتها. وانت بتقول لها لا احنا كبرنا، يعني لو بتقول لها احنا كبرنا كتير هي هتقول لك لا انا مش كبرت، انا لسه عندي وقت وعندي حياه. بيبقى عندهم طلبات، الطلبات دي بيكون تعبير عن تمسكها بالحياه. لو انك انت اعطيتها حياه متجدده وغيرت شويه في تفاصيل حياتكم، ممكن في حاجات كتيره تتغير في العلاقه اللي بينكم وبين بعض. لكن انا منتظر حضرتك على العموم، منتظر حضرتكم انتوا الاثنين، وان شاء الله يقدم ربنا كل خير ان شاء الله.